بص يا هندسه، انا دلوقتي اول حاجه عشان اعملها تمام بكون واقف في 3 دي، واجي هنا اقول له انا عايز اعمل اكسبورت ماشي، او حاجه تانية من ادنس باجي هنا اكسبورت اكسترنال اكسترنال تولز واقول له اعمل لي ايه، نافس 2014، نافس سويتش باك 2014. ده لما اكون انا سايف شغلي في نفس وركس فببدل بينهم تمام. ماشي، ايه الدينامو ده؟ ما هو ده اللي انا لسه اقول لك عليه، دي حاجه ملهاش علاقه بنفس وركس خالص، دي لغه برمجه جديده طالعه بس لغه مرئيه تمام، دي ملهاش علاقه بنفس وركس ماشي. لا ما بس بتحاول تفتح، هي سهله جدا، لغه البرمجه مرئيه، ما بتضطرش ان انت تكتب اكواد، بحيث ان انت مثلا عايز تعمل مجسم بارقام معينه وابعاد معينه ولوجيك معينه وجيومتري معينه، شويه حاجات كده تمام. وعلى فكره موجوده في الاوتوكاد برضه ماشي. خلينا هنا اقول له نفس وركس سويتش باك تمام. ماشي، نفس وركس. هنا هقول له انا سايفها مثلا فين، وليكن مثلا على الديسك توب، بلاقي هنا المتد اللي بيديهولي ان دبليو سي، بسيفه ان دبليو سي. بعد كده لما اجي اضيف بقى شويه حاجات في نفس وركس بلاقيه بيسيفولي ان دبليو دي تمام. بقول له نفس وركس سيتنج، لازم ادخل في نفس ورك سيتنج، في بعض الحاجات لازم اعدلها قبل ما اسيفها، اللي هي ايه، اللي ان انا اقول له ان انا عايز المشروع كله، لان ممكن اقول له انا عايز بس ايه الفيو اللي انا فيه تمام، اللي هي ايه، هنا بقول له اول حاجه انا عايزها البروجكت، اللي عايز كرنت فيو ولا سيلكشن، انا عايز ايه البروجكت تمام. واجي اشوف بقيه الحاجات، الكوردينيتس هشتغل بأنهي واحد فيهم زي ما انت عايز، شفر كتير، اكسبورت روم هتعمل لك اكسبورت ازاي، ديفايد فايل انتو ليفل عايز تقسمه ليفل ولا لا تمام، لو في لينكد عايز تحولها ولا لا، كونفرت اليمنت، يعني لو انا مثلا ايه شغال في ملف هو صاحب ملف تاني، عايز الملف التاني ده يبقى موجود يحوله جواه ولا لا، اقول له ماشي اوكي تمام، واقول له ايه سيف، هو هيسيفولي ان دبليو سي. وبعد كده هدخل انا على برنامج نفس وركس واقول له ايه انا عايز اعمل ابنت، عايز ادخل الملف دوت تمام، الديسك توب اقول له انا عايز الملف اللي هو ان دبليو سي. كل دي انتزات ممكن اشتغل عليها، يعني ممكن اشتغل على دي دبليو اف تمام، طبعا لو 3 دي هيبقى كويس مفيش مشاكل، لو دي دبليو اف هيبقى ملوش اي معنى، مايكرو ستيشن بياخد مايكرو ستيشن، بياخد الريفت، بياخد السكتش اب سوليد ووركس تمام. اقول له انا عايز ان دبليو سي، او ظهر لي الملف اهوت، تلاقي مساحته اصلا صغيره 5 ميجا، اوبن هبدا افتحه وهتلاقيه خفيف معاك، يعني لو هو تقيل مع الريفت هتلاقيه خفيف معاك في نفس ووركس. هنا بيبقى سريع حتى لو دخلت كذا ملف مفيش اي مشكله خالص تمام. ماشي، لو انا مش عايز الجريد بقول له اغفل الجريد تمام، كده المشروع شغال معايا، وممكن اقلب من هنا زي ما انا عايز، ممكن احط شخص افتراضي افاتار، افاتار في الفيو بوينت، بقول له انا عايز ثيرد بيرسون وابدا احركه زي ما انا عايز، هو ده بيبقى موجود بحيث ان انا اشوف الحاجات تشتغل ازاي، اقول له انا عايزها مثلا فوق اوف لاين تمام. هو كده مش قادر يخش من قلب الازاز، اروح قايل له ديت ادي كده بدأ يتحرك، رجعها تاني قال ان هو بيقف على الباب، الحوض ما بيقدرش يعديها تمام. ماشي، هو ده الشخص ده بيبقى مساعد ليا، وممكن اقول له لا ده انا عايزها عايز تبقى ووك. ممكن حاجه سريعه جدا ان انا بعمل ايه سيف فيو بوينت، يعني سيف فيو بوينت باخد اللقطه دي، باخد انا بقى شويه لقطات كده للمشروع، مثلا ممكن من هنا مثلا خدت اللقطه دي، الغي الثيرد بيرسون دوت اهي، ترجمة
ابلاي عشان كده هو ماشي. ده هو شكل المبنى مثلا، هقول له خد لي دي سيف بوينت، تمام، وهاخد لي لقطة تانية من هنا واقول له سيف لي دي سيف بوينت، ولقطة تانية من هنا واقول له خد دي سيف بوينت، تمام. وبعد كده اقول له اعمل لي هنا اد انيميشن، ماشي. وبكل بساطة دي ابسط حاجة ان انا اعمل الانيميشن، هاخد دول كلهم واسحبهم في الانيميشن، تمام. اهي واجي هنا اقول له ايه، وريني الانيميشن، فبيعمل ايه، بياخد اللقطات وحرك اللي بينهم، فبيبقى شكلها جميل ولذيذ وما بيخش منه ثواني. يعني المبنى نفسه عشان اعمل الانيميشن ده مش هياخد ثواني، تلاقي ايه الانيميشن كلها خلصت معاك، وشكلها جميل ولذيذ ومفيش اي مشاكل خالص. تمام. عندي حاجه اسمها انيبل سيلكشن، انيبل سيكشن، تمام. هو لسه اقول له وريني اللقطه دي كده، انا بتنقل بينهم، ولو عايز احط اي ملحوظات او اي حاجه بقعد اكتب الحاجات اللي انا عايزها. طيب دلوقتي احنا قلنا هنشوف الانيبل سيلكشن، تمام، انيبل سيكشنز، تمام. هنا بقول له انا عايز اشوفها عن طريق ايه، البوكس مثلا، فبيجيب لي دي، ببدا بقول له انا عايز اشوف كده المطاعم مثلا من ناحيتي، اطلع كده في حته برضو زياده ان انا ممكن الفه، يعني اعتقد ان الريفت مش موجوده فيه، اقول له روتيت وابدا الف السكشن كده، روتيت اهي كده مثلا، فكده انا واخد سكشن مائل، تمام. ماشي. ممكن اقول له انا عايز الحاجه مثلا بلانس، يبقى قاطع خط كده، ممكن الغي السكشنز ده خالص، سكشن 3 دي، وبقى فيه شويه امكانيات لذيذه، ماشي. من الحاجات برضو ان انا مثلا عايز اعمل تحديد لبعض الحاجات، يعني ايه، عايز احدد مثلا العمود اللي في الدور الاول، العمود اللي في الدور الثاني، الحاجات دي كلها، تمام. سيلكشن تري اهيت، تمام، عشان هو ريفت هتلاقيه هو اوتوماتيك اتعرف عليهم كلهم لوحده، بيقول ده ليفل واحد، تمام، ده الاير تيرمينال، ده دي كل الحاجات دي اللي في ليفل واحد، تمام. يعني هتبان اكتر مثلا ده مثلا ايه الحاجات الكهرباء اللي في الدور الاولاني اهي، تمام، الرومز اهيت، تمام، الاستير هو عالم على الاستير بس عشان في شغل كتير بره مش ظاهر معايا، الولز، تمام. هنا دي الورث اللي لما اتبنت هو الراجل اللي حطها في الدور الاولاني وقال له دي مكمله معايا في كل الادوار، فعشان كده ظاهره في كل الادوار، تمام. تمام. وطبيعي ان حد يحط حاجه غلط، يعني ده ليفل 2 مثلا، بلا في الاستير، الوول، الاستراكشر، كولوم، الحاجات دي كلها. طيب ممكن انا اعمل حاجه اسمها سيتس، يعني ايه سيتس؟ ماشي، من السيتس. طيب دلوقتي في الملف دوت انا دلوقتي عايز اعمل سيت، ماشي، فبقول له مانج سيت. يعني ايه سيت؟ يعني بظبط بعض العناصر باسم معين بحيث ابدا اتحكم فيها، تمام. يعني ممكن اجي هنا مثلا اقول له انا عايز الدور بتاع ليفل 2 يبقى سيت لوحدها، فاعمل عليها سيلكت، تمام، وهنا سيت سيت سيت، انا عايزها بس تظهر اهي، تمام. هاجي هنا مجرد ان عملت سيلكت على ديت اقول له ايه، اعمل لي واحده هنا وسميها ايه، دورس 2، ماشي. يعني بحيث ان انا اقدر اتحكم بعد كده، بعرف ان اول ما اعمل سيلكت على دورس 2 اعمل سيلكت على دول كلهم، دكت 2، مجرد ان عملت سيلكت هنا اقول له ايه، دكت 2 اتنين، ماشي. من الحاجات اللي الريفت بيعملها، تمام، دي سيتس وده هي السليكشن تري، ماشي. تعمل مثلا الضغط بيعمل هو سيلكت عليها، هي مش ظاهره بس هو كده عامل سيلكت عليها، الدورس نفس الفكره، تمام، ماشي. من الحاجات اللي الريفت بيعملها مثلا كراش ديتكتيف، تمام، هو مجرد ان هو بيعمل التست، بيعمل بين الحاجتين، ماشي،
اه بس هو الميزه هنا زي ما انت عارف ان هو ايه، بقول مثلا ايه، التولرنس والكلام ده اه كله. ان انا ممكن اعمل لي سيلكت، اعمل لي كراش ديتكتيف هارد كلاش او سوفت بين كلاش ماسورتين، المسافه بينهم مثلا ايه حاجه صغيره. ويختار بس يا اما هارد كلاش يا اما سوفت كلاش اه الكلام ده كله. انا اه اشتغلت شويه فهو بيديني شويه اختيارات اعلى شويه من الحاجات دي، المسافه بينهم مثلا قد كذا، يعني شويه اختيارات كده تمام. والتقرير بتاعه بيبقى سهل وما فيهوش اي مشاكل خالص الريبورت تمام. يعني لو قلنا مثلا سيلكت وجينا هنا، بس طبعا ايه هيجيب لي حاجات كتير قوي ان تيست. اه ايوه، مش بيبقى فيه مشاكل كتيره، فهو ايه بيبدا يجيب لي الكلاشات كلها، وبيبدا يجيب لي اهي التقارير اهيت تمام، وبيديني رقم الاي دي بحيث لما اروح على الريفت اعرف. اه ولما اعمل تقرير، لا لا هي مش شغاله ليه، اغلب الناس لازم تبقى تروح على الريفت الاول وتختار كده، تقول له سويتش باك، لازم تيجي هنا الاول وتكون فاتح الريفت وفاتح المشروع تمام، وبعد كده تخش على نفس وركس تقول له سويتش باك، يبدا بقى ايه التبادل بينهم. اي سويتش باك اي تمام، بس انت اصلا ما عملتش حاجه خالص لسه، لسه ما فيش اي تعديلات خالص. سويتش باك برضو بيروح للريفت، شفت اللون نور السنه كده، بقى في بينهم لينك، لو انا غيرت هنا يبدا ياخد المعلومات ويتطورها هناك. ماشي، انا بقول كده بيبدا يجيب لي المعلومات كلها، انا اشوف ايه الحاجات الخاطئه في ايه. سؤال بس دلوقتي، لو انا دلوقتي رحت في الريفت هناك دلوقتي عدلت حاجه، يتعدل معايا هنا مجرد ان انا اقول له بقول سويتش اعمل باك. سويتش باك، اعمل سويتش باك تتعدل هنا على طول. اه بس لازم اكون فاتح الريفت واقول له ايه، نفس ورك سويتش باك، ساعتها كده هيبدا التعديلات تظهر معايا هنا على طول. يعني مش لازم ان انا اروح اطلع نيفيس جديد. لا 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 لا، هو حتى لو انت عايز تعملها نفس وركس جديد، مجرد بس بتسيفها في نفس المكان، يعني بقول له سيف اس على نفس اللوحه. اه بقول له سيف اس على نفس اللوحه، ومن هنا بحدد يعني مثلا ممكن اجي هنا على ديت كده واقول له ايه سويتش باك تمام، فهو بيبدا بقى يعمل على الملف دوت تمام. ماشي، من الحاجات برضو الاساسيه بالنسبه لنا احنا، بس ايه نظر سريع كده على الحاجات اللي هي ايه التايم لاين. التايم لاين ماشي تمام، بقول له اد تاسك تمام، وبكتب الحاجه هنا، يا اما اقول له اوتو اوتو فور افري سيت، يعني شوف لي كل الست اللي موجوده عندي وضيف هنا تمام، فبيضيفهم لي كلهم. ببدا بقى اظبط الوقت بتاعها، يعني بقول له مثلا ايه، انا الاول هشتغل على البلاند ستارت ولا الاكشوال، غالبا مش هشتغل على ايه، على البلاند ستارت والبلاند انت. بوجه هنا اقول له ايه، خليه مثلا لحد يوم كذا تمام. اهو طيب، ودوت اقول له مثلا ابدا لي مثلا من يوم 10 مثلا اليوم 16 تمام، كده ظبطت. ماشي، الظبط في ايه، في الحاجتين بس اللي احنا عملناهم سيلكت، ودي حاجه صغيره خالص يعني مش مشروع يعتبر تمام. الداتا سورسز ببدا ادخل ملف يكون مثلا يا اما برومافيرا يا اما ام اس بروجكت، بقول له مايكروسوفت بروجكت ام بي اكس، وراح مختار مثلا اي ملف عندي. حطينا على الداونلود اهو. ماشي، فبيقول لي ايه الحاجات اللي موجوده عندك عايز تربطها بالملفات اللي هناك، فاقول مثلا وابدا اشوف التاسك تايب مثلا هتربط مثلا بالاي دي مثلا، ولا تشوف ايه الحاجات اللي هتربط ببعض. يعني انت دلوقتي عندك خانات موجوده في النفس وركس، وعندك خانات موجوده في البرومافيرا، فبتشوف ايه الخانه دي يعني هياخد المعلومه دي منين. يعني مثلا عندي البلاند ستارت، البلاند ستارت هتاخد ايه، البلاند انا آه بس مش جايبها بلاند. لا ما هتلاقيها باسم تاني، مش اكشوال، هتبقى ايرلي ستارت تمام، وبلاند انت هتبقى ايه ايرلي فينش، وبرضه الاكشوال اكشوال موجوده، اكشوال ستارت واكشوال انت، انا مش شايف اكشوال فينش تمام. شوف الماتيريال مثلا لو موجود لها خانه بتختار لها خانه، تبدا تظبط الخانات مع بعض وتقول له اوكي. ماشي، طيب امتى البرنامج يحس بالحاجات ديت؟
يعني انا دلوقتي مثلا ضفت الملف ده، ازاي بقى احس بيها؟ باجي هنا على الملف كده، كليك يمين وريبيلد تاسك، تمام ذلك. تمام بدأ ياخدهم كلهم. امتى بقى يربط دي باللي هناك؟ لو هنا الخانه دي اصلا بنفس الاسم، يعني ما هو هيربطهم على ان قاعده، هيربطهم الاثنين بنفس الاسم، تمام. فلازم اخد انا الاسم دوت، تمام، ويكون عندي خانه تانية، يعني خدت الاسم ده ماشي، ويكون عندي اعمل ست بنفس الاسم، يكون مثلا عامل لها سيلكت على دي مثلا، خانه بنفس الاسم، تمام ماشي. وبعد كده باجي هنا بلاقي حاجه اسمها اوتو اتاش يوزنج رولز، تمام. ده بعمل ايه؟ بعمل قاعده بحيث ان اقول له خد الاسم ده مع الاسم ده اربطهم ببعض، تمام. بقول له نيو اتاش ايتم تو تاسك ماب تايم لاين تاسك فروم كولوم نيم تو ايتم، بقول له خد، يعني ممكن احدد اي خانه تتربط مع اي خانه معايا، ولا في مشاكل؟ ماشي. فبحدد الاسامي، بقول له مثلا خد مثلا شوف الارقام اللي موجوده في بلانت ستارت اربطها مع الخانات ديت مع اي حاجه تانية، بس هو العادي بتاعي ان انا بقول له خد النيم دي مع النيم بتاعت الست، واقول له اوكي، واحدد الحاجه اللي انا عايزها، ممكن اقول له طبق القواعد كلها ابلاي رولز، ماشي. هتلاقيه اتربط بحاجه تانية، ماشي. طيب بعد كده بقى اعمل ايه؟ بقول له سيموليشن. سيموليشن بقول له ايه؟ وريني الملف هيتعمل ازاي. فيبدأ ايه؟ يظهر الحاجات، ما يظهرش حاجات لسبب بسيط، ان انا هنا هتلاقيه هو مرتبط بالبلانت، احنا كنا ربطنا بالبلانت صح؟ بلانت ممكن التاريخ اللي فيه مشكلة، تمام اوكي. فهاجي هنا في التاسك تايب واقول له ايه؟ حولها كونستراكت. عندي كونستراكت اللي هو شغالين فيها، ديمولش اللي هي ايه؟ اللي هي بهدي الحاجه، تمبورتي بس شغالين فيها، فاقول له ايه؟ كونستراكت، كونستراكت، تمام. اخلي كل الحاجات موجوده كونستراكت، ماشي. طيب بعد كده اروح للسيميليت، تمام اهي، واقول له ايه؟ وريني بقى الحاجه بقت الدنيا. طيب احنا ظبطنا التواريخ، اقول له سيموليشن واقول له ايه؟ ابدأ اشتغل، تمام. هو بدأ يظهر عندي هنا بس، تمام. فانا محتاج اقول له سيتنج عشان يظهر معايا احسن، اقول له ستارت ابدأ لي، خليها مثلا من الشهر اللي قبليه، اوكي. لسه. طيب اتها مثلا من قبلها بشهر، اوكي اهو. تبدأ بقى الحاجات تظهر، تمام. هو بيبدأ يشوف اي مهمة بتظهر معايا، بتظهر معايا في الفيديو قدامي، تمام. يعني في عملية مثلا بتشتغل من يوم كذا ليوم كذا، تبدأ تظهر بلون باهت وبعد كده تظهر بلون حقيقي، تمام. انا هظهر الفيديو من اول، انا ممكن كده اغير ميعاد الانتهاء، تمام، بحيث ان هي زي ما انت شايف الفرق بينهم بسيط. فالمفروض بدل ما انا اخلي الفتره دي كلها، لا ممكن اطول المده، يعني اجي هنا اقول له لا هنا مستني لحد 2013. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول له لا خليها مش من 2013 بقى، مش عارف، لحد 2000 ماشي. وممكن اقول له ايه؟ تعالى كده نشوفها تبقى معموله ازاي، اوكي ماشي تمام. ايه اللون الاخضر ده؟ اللون الاخضر ده في الوقت اللي هو المفروض ان هو لسه بيتبني فيه، تمام. هقول له كونفيجريشن، ده بيبقى اخضر لحد ما يكمل بنا، وممكن اعدل فيه، اروح مغير الالوان زي ما انا عايز، تمام. وده التاسكس،
ممكن اغير في التواريخ اساس تبان مع بعض. هم المشكله انهم كلهم قريبين من بعض، فممكن مثلا ابعد ده سنه، اكبر ده سنه، اسحبه كده شويه، تمام، عشان ايه لما يجي في الفيديو يبقى ظاهر. طبعا الحاجات دي كلها ما ينفعش اعدل فيها لو انا شغال على نفس الوركس، بس لازم اكون انا ايه البروجكت مانجر بتاع المشروع اللي عارف كل مهمه هتاخد فيها قد ايه، تمام. انما لو انا بس جاست شغال على البرنامج بربط بين الاثنين، لا ماليش ان انا العب فيه، تمام. فدي كده سريعا كده فكره التايم لاينر، تمام. بلاقي اوتوسك رندر لو انت عايز تعمل رندر بشكل احترافي، تمام. تبدا تحط بقى ماتريال لكل حاجه، مثلا عايز تحط الحته دي مثلا تاخد لها ماتريال كذا، وتبدا تحط ماتريال لكل حاجه انت عايزها، الجلاس مثلا، تمام. تبدا تسحب وتحط وتقول مثلا عايز الشمس قد فين، عايز الكريت لايت تحط مثلا بوينت مثلا كده، تمام. ممكن اقول له انا عايز مثلا الخلفيه او المكان كله يتحول مثلا لواجهه بحر وشمس وحاجات زي كده، انفايرمنت. تبدا بقى تدخل كل الحاجات دي في قلب المشهد، ماشي.